أعزائي، شرف وامتياز كبير أكون أمام كنيسة القيامة. تعتبر كنيسة القيامة هي واحدة من أقدس الأماكن في الأراضي المقدسة، هي وكنيسة المهد في بيت لحم. طبعا قيامة المسيح كانت في نفس المنطقة حيث صلب المسيح، وقريب من المنطقة قبر يوسف الرامي المنحوت من الصخر، القبر الجديد. احنا بنعرف انه تحاكم يسوع المسيح وصار في درب الصليب، درب الألام فيا ديلاروسا كانت خارج الأسوار. طبعا هذه المنطقة كانت خارج أسوار أورشليم تكملة إلى جبل المريا والمحاجر الحجرية، لأنه في هذه المنطقة بتشوف صخور كثيرة. طبعا كل قطعة في هذا المكان يعتبر مقدس، وكل عمود وكل تشابل، كل مكان له أهميته الخاصة. طبعا كنيسة القيامة، هذا الاسم اللي منحب نسمعه، لكن الغربيين بسموه كنيسة القبر المقدس، والمكانين هو في نفس المنطقة. هذا طبعا المدخل الرئيسي لكنيسة القيامة. عندما تدخل إلى الداخل على إيدك اليمين مكان يسمى الجلجثة، بتشوف شخص العذراء، القديسة العذراء، وهي حزينة تبكي، وسيف في وسطها تتميم لنبوة سمعان الشيخ. وطبعا في المنتصف بتشوف قاعدة اللي كانت بتمسك الصليب، صليب الرب يسوع المسيح. وطبعا في وسط الكنيسة أناستاسيا اللي هو القبر المقدس، والقبر كان عبارة عن حجرتين. الحجرة الأولى هي للتجهيز والإعداد الكفن من الحنوط، المر والمزيج بلفائف الكتان، وثم يوضع في الحجرة الداخلية في القبر ودحرج حجر عظيم. هذا طبعا كان في الوسط.